بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين، أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي دي أمام سبورت. في هذه الحلقة إن شاء الله نستعرض أهم القضايا الرياضية في الساحة السعودية. والآن إلى أول الفقرات مع العناوين. اللواء المجماج، مفاجآت في بطولة القصيم، العميد أبا الخيل، برنامج سياحي للمشاركين في القصيم وأنا تعاوني، اليوسف، متى ما استفز الاتحاد يكون أكثر شراسة. أهلا بكم، بداية مع زميل محمد آل محي والأخبار السريعة، نطلع لشاهد ثم نعود إليكم. أكد محمد النويسر رئيس لجنة التسويق للاتحاد الخليجي لكرة القدم أن بيع الحقوق التجارية للاتحاد وبطولاته جاء لضمان استمرار البطولة الإقليمية لفترات طويلة. ووقع الاتحاد الخليجي عقدا لبيع العقود التجارية للاتحادات والبطولات التي ينظمها لمدة 14 موسما رياضيا مقابل 1,400,000,000 ريال سعودي. أكد راؤول كانيدا مدرب الاتحاد السعودي أنه علق قضيته ضد النادي لأسباب منها عدم رغبته بأن يرتبط ذكره في تاريخ الاتحاد بقرار انضباطي يحسم نقاطا من رصيد الفريق. تسلم مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس الاثنين كامل مرئيات نادي الفتح بشأن المنازعة القائمة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي القادسية حول تسجيل البرازيلي إلتون جوزيه في كشوفات الأخير. وأرسل نادي الفتح ملفا متكاملا إلى المركز مع نهاية المهلة الممنوحة للنادي، فيما كشفت مصادر خاصة أن النادي استند إلى قرار منع اتحاد القدم لنادي الأهلي والاتحاد من التعاقد مع الأرجنتيني مانسو. وضع عدد من الأندية المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين شروطا خاصة مقابل الموافقة على مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 20 فريقا وتقسيم المنافسات إلى مجموعتين والتخلي عن النظام المعمول به حاليا حيث يتنافس 16 فريقا بنظام الدوري من مرحلتين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا الجزء من حلقتنا. بطبيعة الحال نحن في برنامج دي ام ام سبورت نحاول أن نسلط الضوء على جميع المناسبات الرياضية، سواء كان في كرة القدم، سواء في الدوري السعودي أو في الدوريات بشكل عام، جميع الأنشطة الرياضية بمختلف الألعاب. يعني لا نتوقف عند كرة القدم فقط أو عند دوري جميل أو الدرجة الأولى، بقدر ما أن نحن نسعى أن نكون قريبين من الحدث في جميع الفعاليات، حتى على مستوى الأحياء، على مستوى الإدارات الحكومية، بكافة الألعاب المختلفة نحاول أن نكون قريبين. بطبيعة الحال لدينا مثل حقيقة الدوائر الحكومية التي بشكل عام تولي الرياضة اهتمام كبير، لعل من هذه القطاعات قطاع الدفاع المدني، هذا القطاع الحيوي والذي حقيقة يقومون بدور إنساني وبشكل كبير جدا، أعمال جبارة تقوم فيها المديرية العامة للدفاع المدني، أيضا أفراد الدفاع المدني نتحدث على جميع الحوادث التي يباشرونها سواء على مستوى الإطفاء أو الإنقاذ أو حتى على عندما يكون هناك مثل حوادث الغرق، السيول، يعني أعمال جبارة وإنسانية يقوم فيها هذا القطاع. بكل تأكيد الدفاع المدني لديه أنشطة رياضية مختلفة، المديرية العامة للدفاع المدني ربما قامت قبل حوالي شهرين في جميع مديريات مناطق المملكة فعاليات رياضية على مستوى كرة القدم أو على مستوى أيضا السباحة، الجري، أيضا تحدي رجل الدفاع المدني. هذه الأنشطة يعني لاقت صدى كبير وواسع على مستوى الإعلامي، على مستوى أيضا المجتمع في جميع مناطق المملكة التي أقيمت فيها هذه الفعاليات. الآن المديرية العامة للدفاع المدني يعني تستعد لإقامة البطولة العاشرة للمديريات أو منتخبات المديريات التي ستقام في 20 من شهر جماد الآخر هناك في القصيم. يعني أنا في اعتقادي مثل هذه الأنشطة الرياضية لها مردودات إيجابية سواء على منسوبي القطاع أو حتى على المجتمع من خلال ما شاهدناه من بعض الرسائل التوعوية التي يعني تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني للمجتمع اللي يتواجدون عن أهم أعمال الدفاع المدني. الزميل محمد المحي عد لنا التقرير الآتي، نطلع نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
العقل السليم في الجسم السليم، قاعدة صحية رياضية استندت عليها المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك بسعيها لترسيخ مفهوم أهمية الرياضة وممارستها بالنسبة لمنسوبها، حيث يولئ الدفاع المدني هذا الأمر اهتماما كبيرا، وذلك لما له من فوائد صحية وبدنية للإنسان. مع سعيها لرفع المعدل اللياقي والمحافظة على الجسم السليم التي يجب أن يتمتع بها منسوبي الدفاع المدني بهدف التعامل مع الحوادث المختلفة التي يواجهونها يوميا، ويتطلب الأمر أن يكون الفرد في وضع صحي ولياقي جيد بالإضافة للحفاظ على نمط حياة منظم وسليم. ولعل توقيع المدير العام للدفاع المدني معالي الفريق سليمان بن عبد الله العمرو مفكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مراكز وقت اللياقة بالمملكة، تهدف إلى استفادة منسوبي الدفاع المدني كافة، وذلك لتعزيز مهارات رجال الدفاع المدني وتنميتها. وخلال الشهرين الماضيين أقامت مديريات الدفاع المدني بجميع مناطق المملكة بطولات رياضية بمختلف الألعاب، كرة القدم وسباق الجري وتحدي رجال الدفاع المدني والسباحة، انعكست بشكل إيجابي على جميع المشاركين والمتابعين لها. ويعتبر الدفاع المدني من القطاعات الحكومية التي تهتم بتلك الأنشطة الرياضية، وذلك بهدف رفع المعدل اللياقي، علاوة على توصيل العديد من الرسائل التوعوية عن أعمال الدفاع المدني من خلال هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية، بالإضافة لمد جسور التواصل مع المجتمع بكافة أطيافه. وبهذا الاهتمام نجد رجال الدفاع المدني مستعدون وجاهزون لأي طارئ يحدث، وسرعة الاستجابة لديهم كان لها الأثر الكبير بعد الله في إنقاذ العديد من الأرواح والممتلكات، كل ذلك بفضل الاستعدادات والخطط التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة المخاطر، وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي الفريق سليمان بن عبد الله العمرو. اليوم ونحن ننتظر انطلاق بطولة مديرية الدفاع المدني للمناطق العشرة على كأس معالي المدير العام للدفاع المدني، وذلك في 20 من شهر جماد الثاني في منطقة القصيم، ما يعني أننا موعودون بمنافسات رياضية قوية ومثيرة ومشوقة. شكرا للزميل محمد المحي على هذا التقرير اللي حقيقة يليق في المديرية العامة للدفاع المدني، ونتمنى إن شاء الله أن نكون قد قدمنا صورة مبسطة عن الفعاليات والمناسبات التي تقوم فيها المديرية العامة للدفاع المدني بقيادة معالي الفريق. حقيقة يعني أنا من وجهة نظري أن الفريق سليمان بن عبد الله العمرو هذا الرجل يقدم جهود كبيرة، يعني احنا تحدثنا عن أعمال الدفاع المدني المناطة بهم بشكل رسمي، ولكن المجال الرياضي مجال مهم جدا، وفي اعتقادي أن له دور ومردودات إيجابية على منسوبي القطاع. للحديث أكثر عن البطولة التي ستقام إن شاء الله في منطقة القصيم في 20 من شهر جماد الثاني، يسعدنا أن نستضيف سعادة اللواء إبراهيم بن محمد المجماج. سعادة اللواء مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، وأنا سعيد باللقاء معكم. احنا سعداء أكثر، وشكرا لك والموافقة على هذه المداخلة. سعادة اللواء، سؤالي الأول لك، ما هي استعداداتكم لبطولة الدفاع المدني المناطق التي ستقام إن شاء الله في منطقة القصيم، وأنتم من ستستضيفون هذه الفعاليات؟ أولا شكرا لمعالي المدير العام الفريق سليمان بن عبد الله العمر على اختياره منطقة القصيم لإقامة هذا المنشط الهام والحساس للرفع من مستوى أداء منسوبي الدفاع المدني، واختياره لمنطقة القصيم لتقوم بهذه المهمة. استعدادات الدفاع المدني بمنطقة القصيم كانت تحمل شقين، شق تمارين رياضي وشق تعرف أو تعريف بالأصح على منطقة القصيم بما تزخر فيه الإمكانيات طورتها حكومتنا الرشيدة
بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وبالتالي أعد عدد من اللجان وشكل لجان لتتولى الترتيبات والتنظيمات، ومن ثم الانطلاق إن شاء الله في 26 من هذا الشهر لتكون المباريات بين فرق الدفاع المدني الممثلة للمنتخبات للمناطق، لأنه قبل هذه الفترة كان هناك عدد من التمارين والمباريات في كل منطقة، إلى أن خرجت كل منطقة بمنتخب يمثلها في هذا المنشأ. ممتاز. ولله الحمد رتبنا ووضعنا حددنا الملاعب الرياضية التي سوف تقام فيها المباريات بين المناطق، ومن ثم الخروج في الأخير في التصفيات النهائية. يصاحب هذا التمارين الرياضية يصاحبها عدد من المناشط، فيها مثلا سباق اختراق الضاحية والتحدي بين رجال الدفاع المدني لممارسة بعض المناشط الفنية التي تظهر كفاءة رجل الدفاع المدني في مباشرة الحوادث لا سمح الله بأي حجم أو بأي شكل آخر. أبو محمد، يعني مثل هذه الإقامة، مثل هذه البطولة، مثل هذه الأنشطة الرياضية، إيش الهدف اللي تهدفون للوصول له في الدفاع المدني؟ الهدف والله هو الأهداف كثيرة، منها تنشيط الحركة الرياضية، رفع مستوى اللياقة البدنية، التعريف بين تعريف الرجال الدفاع المدني بمناطق المملكة، لأن مملكتنا بجميع أطرافها غالية على جمهورها وأبنائها، ومنسوبية الدفاع المدني من أبناء هذا الوطن الغالي. وأيضا التعارف فيما بين منسوبي الدفاع المدني بالمناطق الأخرى. أبو محمد، يعني هل البطولة بتقام في منطقة واحدة أو في عدة مناطق، خصوصا أن يعني ممكن احنا نعرف أن منطقة القصيم ما شاء الله يعني فيها محافظة الرأس، محافظة عنيزة، في عدة محافظات كبيرة. حرصنا على أنه يكون كل محافظة على نصيب من هذه الدوري وإقامة ده. أضف إلى ذلك وضعنا جدول لتحديد المعالم التي يجب أن يزورها زملائنا منسوبي الدفاع المدني في المناطق، ومن ثم كل مدينة سوف يكون لها نصيب من زيارة زملائنا في المنطقة إن شاء الله. طيب، كم عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة؟ 14 منتخب طال عمرك. طبعا تمثل كل مديرية يمثلها بما فيها قوة الطوارئ الدفاع المدني الخاص، بالإضافة إلى منتخبات المديريات، مديرية كل منطقة. نعم صحيح. طيب، هل من مفاجآت، يعني احنا نتحدث عن 9 بطولات سابقة يعني شاهدناها ممكن أو في أكثر من منطقة وقيمت الآن في منطقة القصيم، هل ممكن نشاهد مفاجآت جديدة في هذه البطولة؟ والله ما نقدر نتحدث عن المستقبل، علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله سوف إن شاء الله يشاهد المواطن من رجال الدفاع المدني ما يسعده ويحقق الثقة إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى، ثم بما تقدمه الدولة من إمكانات من خلال أبنائها منسوبية الدفاع المدني إن شاء الله. أبو محمد، قبل يعني بعد هطول الأمطار اللي شهدتها المملكة قبل حوالي أسبوعين، شهدنا في عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من قبل معالي الفريق إلى جميع منسوبي الدفاع المدني ضباط وأفراد، رسالة شكر وتقدير للجهود الكبيرة اللي قدموها في إنقاذ الغرقى، العمل الجبار اللي، ماذا يعني لكم مثل هذه الرسائل؟ نأخذ هذه عين الاهتمام، ولله الحمد الدفاع المدني دائما يبدأ بأي ملاحظة، أي موسم من المواسم يكون فيها بعض الأشكاليات بأي منطقة حتى على مستوى العالم، أي إشكالية من على سبيل المثال ما أنت تتحدث فيه الآن وهو السيول، أي إشكالية تقع في أي دولة من الدول فما بالك في مناطق المملكة، تأخذها بعين الاهتمام والتحليل والاستفادة من الدروس التي تقع في أي منطقة بجانب من جوانب المقاطع أي كان نوعها، سواء كانت طبيعية أو صناعية. طيب أبو منطقة القصيم لله الحمد
استعدت بما لديها من إمكانيات وبما خطط تعد وتجهز مع الجهات المساندة في مظلة نظام الدفاع المدني. أبو محمد، تتابع أنت الدوري السعودي؟ لك اهتمام فيه؟ والله ما بذاك الاهتمام. يعني 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 ما تبغى تعلمنا وش تشجع؟ لا والله الآن هذه أتحفظ فيها لنفسي. طيب التعاون الآن، يعني خلينا نتحدث عن سفير القصيم الآن، يقدم مستوى متميز حتى وإن كان قد خسر في مباراة الثانية في دوري أبطال آسيا، بس كيف تجد التعاون في هذا الموسم خصوصا خلينا نتحدث عن دوري أبطال آسيا؟ ما شاء الله تنظيم جيد ومميز، وحقيقة يعطي انطباع عن الدوري الرياضي بالمملكة بأنه ولله الحمد جيد ويعطي عطاء متميز ولله الحمد. احنا حقيقة سعداء بهذه المداخلة، سعداء بكل ما افدتنا فيه من اجابات، شكرا جزيلا، وان شاء الله نستضيفكم بعد نهاية البطولة، وانتم ان شاء الله قد قدمتم عمل متميز، وهذا ما حقيقة نتوسم فيكم ان شاء الله تعالى. شكرا شكرا، وحنا نشكركم على ان اتحتوا لنا هذه الفرصة اللي نعبر عما في يدور في حبنا لوطننا وحبنا لجهازنا وحبنا لعملنا اللي نقوم فيه ونخلي نقدمه للمواطن بكل اهتمام وحرص لنصل إلى إن شاء الله أعلى درجات الأمان بالمملكة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أبو محمد، يعطيك العافية. الله يحفظك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن أعزائنا المتابعين، نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود لاستكمال أيضا الحديث عن بطولة الدفاع المدني التي ستقام في منطقة القصيم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدون، وما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة لبطولة الدفاع المدني للمناطق والتي ستنطلق فيها 20 من شهر جماد الآخر هناك في منطقة القصيم. كنا قبل الفاصل قد استضفنا اللواء إبراهيم حقيقة الذي مدير الدفاع المدني في منطقة القصيم، والذي تحدث لنا بإسهاب حقيقة عن هذه البطولة. يسعدنا الآن أن نستضيف سعادة العقيد إبراهيم بن عبد العزيز بالخيل، وهو مدير العلاقات العامة بالقصيم ورئيس أيضا اللجنة الإعلامية للبطولة. أبو عبد العزيز، مساك الله بالخير. مساء النور، حياك الله وحيا الله أخو المشاهدين والأخوات المشاهدات. اهلا وسهلا ابو عبد العزيز. اولا احنا سعداء جدا يعني بتواصلكم معنا. الامر الثاني الان، وانتم تستحضرون انفسكم لاستضافه بطوله الدفاع المدني للمناطق العاشره التي ستنطلق ان شاء الله في 20، اولا ما هي استعدادتكم لهذه البطوله؟ اولا اقدم لكم الشكر والتقدير على هذه الاستضافه. ثانيا فيما يتعلق استعدادات البطولة، الحمد لله شكلت اللجان وبأمر معالي مدير عام الدفاع المدني، لجان تنظيمية ولجان فنية ولجان علاقات وإعلام، بدأت اجتماعاتها وتحضيراتها للبطولة. إن شاء الله بإذن الله نحن في منطقة القصيم على أهبة الاستعداد وأتم الاستعداد، وجهزنا أعمالنا من فيما يتعلق باللجان، فيما يتعلق بلجان الاستقبال، لجان السكن، لجان الملاعب. الآن جميع اللجان أنهت أدوارها وننتظر فقط لحظة الصفر للبدء البطولة. أبو عبد العزيز، يعني أقيمت البطولة في أكثر من منطقة، خلينا نتحدث عن مكة المدينة، أبها أيضا في المنطقة الشرقية، الآن تقريبا في عدة مناطق، بس الآن موجود الوضع في منطقة القصيم. مثل هذه البطوليات، مثل هذه الاستضافات، يعني تكون منافسة بين مديريات المناطق بشكل عام. أنا أتحدث عن الاستضافة بشكل عام، ليس في الدفاع المدني، ربما في جميع الأنشطة حتى على مستوى العالم هناك منافسة، الكل يريد أن يبرز بشكل أفضل أو أن يكون تنظيمها أفضل مما سبق. أنتم ماذا تجهزون من أعمال، أو خلينا نتحدث هل ممكن نشاهد مفاجآت غير ما سبق؟ بإذن الله احنا اولا نعمل على الشق الاول فيما يتعلق بالادوار اللي تقوم بها مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، استكمالا لما بدأ الزملاء في المناطق في دورات سابقة. ولا الشق الثاني، احنا نتكلم عن منطقة القصيم كمنطقة سياحية، منطقة
الآن الأجواء فيها معتدلة جدا جميلة، شعب مضياف، شعب لديه الاستعداد التام لاستقبال ضيوفه حتى في منازله. وبالتالي نحن نعمل على هالجانبين. الجانب الأول، احنا كما جبهة السؤال السابق استعددنا كلجان تنظيمية، لجان فنية، لجان إعلامية، أكملنا استعداداتنا ولله الحمد. فيما يتعلق بالموضوع المنطقة، قمنا بالتنسيق مع أمانة المنطقة، مع الأمارة، سمو الأمير الدكتور فيصل مشعل مسعود بن عبد العزيز يدعم ويشجع ويبارك مثل هذه الخطوات، ووضع جميع إمكانيات المنطقة تحت تصرف الدفاع المدني. أيضا قمنا بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار لوقوف الضيوف، زملائنا الضيوف وأخواننا الضيوف المنطقة على جميع المعالم السياحية. يعني يكون في برنامج سياحي للمنتخبات؟ نعم سيكون إن شاء الله هناك برنامج سياحي سيتم من خلاله إن شاء الله المرور على جميع المناطق والمواقع السياحية. سيكون هناك إن شاء الله جلسات ليلية جميلة في مواقع معدة مسبقا إن شاء الله. بإذن الله سيجد الزملاء القادمين للمنطقة كل ما يسرهم. طيب كم مدة البطولة؟ البطولة تبدأ في الشهر القادم إن شاء الله، شهر 6، من 20/6 إلى 10/7، تقريبا بحدود 20 يوم إن شاء الله، وستكون إن شاء الله وقت ممتع للجميع. ممكن يكون يتم بالنسبة في هذه البطولة استضافة المشاهير الموجودين سواء على المستوى الرياضي أو الفني أو موجودين مثلا في منطقة القصيم أو حتى على مستوى الشخصيات السياسية اللي ممكن الاستفادة منهم أو وجودهم؟ نعم إن شاء الله بإذن الله. نحن نعمل الآن على التنسيق مع جميع الجهات وجميع الأشخاص الذين نرى أنهم إن شاء الله سيكونون إضافة للبطولة وسيضيفون إلى البطولة إن شاء الله زخم إعلامي أو زخم فني للبطولة، جميعهم إن شاء الله سيكونون متواجدين بالبطولة. لا نغفل اهتمام سمو الأمير المنطقة بهذه البطولة، لا نغفل أيضا اهتمام معالي مدير عام الدفاع المدني بهذه البطولة. جميع الإمكانيات سخرت لنجاح هذه البطولة، وإن شاء الله سيجد الزملاء القادمون للمنطقة كل ما يسرهم أثناء لقاءات البطولة. ممتاز. أبو عبد العزيز، يعني احنا ممكن تابعنا في بعض البطولات التي اقيمت في مناطق المملكه، يعني تقام بعض الندوات او الندوات اللي تعرف الجمهور المتواجد في البطولات عن بعض اعمال الدفاع المدني للتوعيه، مثل هذا الامر ممكن نشاهده في البطوله القادمه؟ اي نعم ان شاء الله باذن الله. وقد ودع معالي مدير عام الدفاع المدني بالاستفاده من البرامج والفعاليات التي اقيمت في اليوم العالمي عندنا غدا ان شاء الله. سيتم تدشين اليوم العالمي للدفاع المدني في جميع المناطق، وسيتم الاستفاده ان شاء الله من جميع اللوحات، جميع الانشطه، جميع المناصب، جميع البنرات الموجوده في اليوم العالمي. ستكون ان شاء الله حاضره في جميع المواقع وجميع الملاعب التي تقام لها البطوله، بالاضافه الى احنا كلجنه اعلاميه ان شاء الله سنعد الكثير من المفاجات وسنعد الكثير من اللوحات التعريفيه التوعويه في المواقع التي سيرتادها الجمهور. أبو عبد العزيز معلش ونطلنا عليكم، لكن الآن فيه المعروف فيه عدد من لعيبة أندية دوري عبد اللطيف جميل أو أيضا في أندية دوري الدرجة الأولى أو حتى على مستوى سباق الجري أو السباحة موجودين في المنتخبات وفي الأندية السعودية البارزة، هل بيشاركون في هذه البطولة؟ إن شاء الله نطلع جميع اللاعبين، جميع البارزين من اللاعبين والمدربين والإداريين الموجودين اللي يخدمون الكرة السعودية الآن وهم ينتمون للدفاع المدني سيكونون إن شاء الله حاضرين في هذا بإذن الله، وسنحرص على تواجد الجميع. طيب أبو عبد العزيز، حريص أنت على أن تتابع الدوري السعودي؟ إيه نعم متابع له. طيب ما رأيك في الدوري السعودي؟ والله المنافسة قوية ما شاء الله، أنا أقدر أشوف المنافسة قوية، وتدنى هذا العام على أن تكون المنافسة أكثر من نادي، يعني كانت المنافسة الآن محصورة في ناديين أو ثلاثة في مواسم سابقة، لكن شاهد هذا العام المنافسة أكثر من نادي، يمكن أربعة أندية تتنافس، وهذا سيضيف يعني إضافة فنية كبيرة للدوري. طيب يعني أنت يعني قلبك وين يروح؟ يعني يروح مع الأزرق ولا يروح مع الأصفر ولا مع الأخضر ولا مع المنتخب السعودي؟ يعني ما راح انا ما ادري ليش ليش انتم ليش المسؤولين ما يبوحون بميولهم. كل مسؤول
وكل شخص له انتماء، هذا له انتماء. لكن والله يعني انت التشكيل ظاهرة صحية يعني مو عيب. اي نعم، لا 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 مو عيب، كل واحد يفخر بناديه وكل واحد يفخر بالرياضة السعودية، والحمد وصلت الى يعني مستويات عالمية. لكن احنا نقول يعني دائما انا كشخص داخل منطقة القصيم والله تشجيعي دائما نادي القصيم اللي هو الرايد والتعاون، المتابع لهم واتمنى لهم كل التوفيق. طيب كيف تشوف متابعة التعاون ومشاركة التعاون في دوري ابطال اسيا، خصوصا انه قدم مستوى متميز في مباراة الذهاب، لكن ولو انه خسر في مباراة الثانية، المباراة الاولى فاز فيها اللي كانت في ارض القصيم والتي شرفنا حقيقة وشرف كرة القدم السعودية. نعم نعم، مستوى ايضا نعم ما شاء الله، نعم مستوى متفوق وما شاء الله قدم في المباراة الاولى مستوى جيد، والمباراة الماضية مستوى جيد لكنه خسر النتيجة. وكأول مشاركة في بطولة آسيا تعتبر جدا ممتاز، وأتمنى له التوفيق من كل قلب. احنا خاف ان ربعنا في او زملائنا في الفريق الرائد يزعلون علينا، ما سألنا عنهم، لكن احنا خصصنا السؤال للتعاون لانه مشارك في بطولة آسيا فقط، هذا المقصد يعني. ولا كل الفريقين عزيزين علينا كما يقال، عينا في راس واحدة. سعادة العقيد إبراهيم أبا الخيل يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لهذه المداخلة والأريحية حقيقة، نورنا طلابك. الله يعافيك، شاكر لكم وأدعوكم دعوة خاصة لتشريفنا في المنطقة إن شاء الله وحضور مباريات البطولة بإذن الله، وإحنا لنا الشرف. شكرا جزيلا أبو عبد العزيز. الله يعطيك العافية. إذن أعزائنا المتابعين نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. بمشيئة الله يوم الأحد القادم سيكون موعد الكلاسيكو السعودي الكبير الذي سيجمع الاتحاد بالهلال والهلال بالاتحاد، هذه المباراة الكبيرة والتي ينتظرها عشاق الفريقين. الزميل محمد المحي وتقرير عن هذه المباراة، نطلع نشاهد ثم نعود إليكم. تدخل المنافسة على لقب دوري جميل منعطفا مهما وحاسما عندما يواجه الاتحاد ضيفه الهلال في الكلاسيكو المرتقب مساء يوم الأحد القادم في حساب الجولة 20، ويدخل الهلال هذا اللقاء في الصدارة 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، وهذا ما يزيد من صعوبة المواجهة التي قد تزيد اشتعال المنافسة على الصدارة. وفي الجانب المقابل فإن الاتحاد قد حقق نتائج جيدة في الجولتين الماضيتين بالفوز على التعاون والشبال، ويعول الاتحاديين كثيرا على كسب نقاط الكلاسيكو في العودة إلى المنافسة على لقب الدوري. فوز الهلال في الكلاسيكو سيوسع الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه، وسيجعله في وضع مريح نسبيا في الجولات الأخيرة. أما فوز الاتحاد على الهلال لن يعيده فقط إلى المنافسة على لقب الدوري، بل سيمنح النصر والأهلي فرصة للاقتراب إلى المقدمة لو حققوا الفوز في مبارياتهم. بالنسبة لمباراة الاتحاد والهلال أتوقع 2-1 الاتحاد. والله بالنسبة للتوقع أنا أشوف يمكن فريق الاتحاد إن شاء الله 3-0. أتوقع مباراة الهلال والاتحاد 3 للهلال. بالنسبة لمباراة الهلال والاتحاد أتوقع هلالية 1-0. أتوقع إن شاء الله اتحادية 2-1. والله إن شاء الله هلالية 3-0. فوز الاتحاد 2-1. شكرا للزميل محمد المحي على هذا التقرير. وبكل يعني في طبيعة الحال المباراة بين الاتحاد والأهلي هي مباراة كلاسيكو كبير يعني ينتظرها العشاق، لها حظوتها الجماهيرية الإعلامية، منافسة على صدارة الدوري. الاتحاد يريد أن يبقي الأمل، أمل المنافسة، على طالما أن هناك أمل في المنافسة. الهلال يريد التعزيز وأيضا الهروب من مطارديه. للحديث أكثر عن هذه المباراة يسعدنا أن نستضيف الإعلامي عبد العزيز اليوسف. مساك الله بخير، طال عمرك. الله يمسك بخير سادة، لحياك وتحياتي أيضا المشاهدين قناة الدمام. أهلا وسهلا، يا مرحبا أستاذ عبد العزيز. أولا المباراة
يعني تعتبر مباراة الإياب. الآن الهلال يريد المنافسة بشكل أكبر على صدارة الدوري والثبات في الصدارة، الاتحاد يريد أن يلحق بالركب وعلى الأقل يوقف المتصدر، ومن ثم يحاول أن يوقف الأهلي والنصر والمنافسة يعني على أشدها. توقعاتك لهذه المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنه طبعا الهلال يعني في الجولات القادمة ستكون جولات حصاد ولكل الأندية طبعا، فالجولات القادمة جولات لا ترضى بتأخر أو حتى بتغير النتائج أمام سواء الهلال أو حتى متابعية وملاحقية بالنسبة للصدارة. كل هذه الجولات ستكون جولات نارية وساخنة جدا. هذه المباراة مباراة مفصلية أكيد، والدليل أنه كثير من المتابعين وحتى محبي نادي الهلال يرمون على أن هذه المباراة حينما يتجاوزها الهلال سيكون تجاوز العبء الكبير جدا للوصول أو لتحقيق الدوري. طبعا أنا أرفض ذلك بأن يضع الهلال في أن هذه المباراة هي المفصلية بالنسبة له للحصول على الدوري، لأن هناك معروف الهلال سيقابل أيضا ثلاث فرق قوية، الأهلي والنصر وحتى الشباب وليس الاتحاد فقط، فقد يكون هناك نتيجة إيجابية لكن قد يخفق في النتائج الأخرى. المباراة مباراة كبيرة، خصوصا أن نشاهد أن حظوة الاتحاد بالنسبة للانتصارات في السنوات الماضية هي حظوة ظاهرة ومعروفة لدى الجميع على الهلال، لذلك تجد أن الهلاليين يعني عاملين حساب كبير بالنسبة لهذه المباراة ويرونها أنها هي المحطة الأهم في التوجه نحو قمة هذا الدوري. أستاذ عبد العزيز، الاتحاد خلاص خصم بشكل رسمي 3 نقاط وثبتت من الاتحاد الفيفا، هل هذا الأمر ربما يكون له انعكاسات سلبية أو إيجابية أنت ربما تراها على نفسية اللاعبين الاتحاديين؟ من يراقب الاتحاد حقيقة يرى أنه كلما ضغط أو استفز ستجد أنه يحقق نتائج إيجابية مهمة. يعني لو كانت هذه 3 نقاط خصمت من نادي آخر قد يعاني منها كثيرا، لكن نشوف الدفع الجماهيري والإداري وحتى اللاعبين وحماسهم وبحثهم على أن يحققوا نتائج، خصوصا أن الجولات القادمة فيها مجال إلى 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 يعني تعديل أشياء كثيرة. المهم أنهم يستطيعون أن يحققوا نتائج إيجابية، خصوصا أنهم بينافسون الهلال، بينافسون أيضا حتى النصر، ويستطيعون أن يتجاوزوهم لأن الفريق الآن يقدم نفسه في الملعب وفي الميدان بشكل مميز، يعني حتى مبتعدين منفصلين عن مشاكلهم الإدارية والمالية. كل هذه الأمور هي في الاتحاد وهو فريق مميز في هذه الناحية، وفريق حينما يستفز يقدم عطاءات مميزة بكل تأكيد. الاتحاد مثل ما أسلفت أنت في كلامك قبل شوي أنها يقدم نفسه بشكل مميز أمام الهلال، يعني له الحظوة في تحقيق الانتصارات في المواجهات المباشرة بين الفريقين، لكن أيضا الهلال الآن ربما تكون لديه المعنويات أكبر بشكل أو بآخر حتى على مستوى العزيمة في الثبات في صدارة الدوري، ربما نشاهد مفاجآت في هذه المباراة. قد يكون يعني أيضا لا نغفل أن الهلال الآن يشارك في البطولة الآسيوية وهناك جهد بدني يبذل في المباراة، يعني مثلا مباراة اليوم وحتى مباراة السابقة. ستجد أنه نستنزف أيضا لياقيا وحتى فنيا، ومباراة مع الاتحاد ليست مباراة عادية جدا، قلت لك أنها مباراة مفصلية، هي ليست فقط تجاوز فريق الاتحاد والفوز عليه، لكنه يريد أن يتجاوز الاتحاد ليحقق الرؤية بالنسبة الهلالية، لأنه سيتجاوز إلى 70% أو يصل إلى نسبة 70% في وصوله أو تحقيقه للدوري. فالاتحاد أكيد أنه هذه الحظوة اللي حظوت السنوات الماضية في الانتصار على الهلال في كثير من المباريات أكيد تلقي بظلالها على يعني على عقلية الهلاليين وعلى فهم الهلاليين، لأنه هذا الفريق ليس فريق فقط عادي بالنسبة حينما يكون أمام الهلال أو حتى حينما يكون أمام مشاكله اللي هو الاتحاد، سيقدم نتائج إيجابية مميزة. طيب سؤالنا الأخير لك، أنت أحد الكتاب المميزين في جريدة اليوم، لك مقال في هذه الجريدة، يعني واحد الأعمدة حقيقة اللي أنا على المستوى الشخصي أشرف دائما بقراءتها،
لكن حقيقة مقالك الأخير اللي هو مقال أنا حقيقة أثارني شوي، اللي هو مقال استدعاء، ماذا تقصد فيه؟ تعرف في الوسط الرياضي للأسف وصلنا إلى مسألة أنه حتى التراشق الإعلامي لم يعد يحقق مسألة النقد الرياضي الجميل الذي نستفيد منها ويستفيد منه كل المنظومة الرياضية. صار هناك نوع من الاتهامات، صار نوع من محاولة استفزاز الآخر بكسر خصوصياته مثلا، أو نشر يعني وبث مثلا وثائق أو غيره. نعم. كل هذه الأمور للأسف، أو حتى تهكمات واتهامات فيما بينهم، كيف تسمي هذا الشخص أو ذاك بأنه ناقد رياضي وهو لا يجيد أدوات النقد الرياضي الحقيقية، فقط يبحث عن مكاسب ذاتية ومكاسب شخصية من خلال اتباع بعض الأمور اللي يعني يرفضها الدين ويرفضها المجتمع في يعني ليش تنشر أو تسرب بعض الوثائق لكي تكيد إلى النادي المنافس لك أو غير أو اللي ما يعجبك مثلا من الإعلاميين أو غيره، وتصير هناك صراعات وحروب إعلامية لا قيمة لها، لأن المتلقي البسيط يريد نقد. يعني أنت ترى أن الإعلام، أنت ترى أن الإعلام يعني اليوم يعني يستخدم بطريقة مشوهة جدا، ليس في أغلبها طبعا، لكن حين حتى لو يحدث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذا مؤلم جدا. ليش 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 أخوي عبد العزيز، يعني ليش هو يعني أصبح أغلب الإعلاميين، خلينا نتحدث حتى هناك إعلاميين كبار يعني كبار سنا وكبار أيضا، خلينا نتحدث بالاسم، بعضهم يتجاوز 55 سنة وبعضهم يتجاوز يعني 58 سنة، لكن نجد فيه حقيقة إسفاف في بعض إنجاز لي التعبير في بعض مصطلحاتهم، في بعض تواجدهم، في بعض حواراتهم، لماذا؟ إيش الهدف؟ صحيح، ودنا أن نوجه هذا السؤال للشخص نفسه ليجيب، لكن هو يضع نفسه أنه يعني أنه ناقد البصري بالنسبة والسمعي لناديه، هو الذي يبحث عن مصلحة ناديه، هو الذي يحقق مكاسب شخصية شهرة أو معرفة أو زيادة أيضا من الاهتمام به. كل هذه الأمور للأسف تجتمع في عقلية بعض الإعلاميين الذين يرون في أنفسهم أن ما يقولونه هو نقد، وهذا كله يعني أنا مع احترامي تقديري لبعضهم هي سواليف وثرثرة أكثر منها أنها فعلا تحمل أدوات نقدية مميزة بالنسبة للقيمة الرياضية في الأحداث الرياضية اللي صايرة. حتى الإعلاميين أنفسهم الذين قد يكون ميولهم لنادي واحد ستجدهم فيما بينهم يختلفون عن هذا النادي، وتصير بينهم مشاكل، وكل واحد يرفع للثاني ويتهم الآخر، ويعني يضع في يعني دائرة يعني حقيقة طرح، يعني نتمنى أن يتغير وأن يكون هناك طرح إيجابي يفيد المتابع ويفيد النشأ اللي يتابع هذه القنوات وهذا وهؤلاء الإعلاميين. الأستاذ عبد العزيز اليوسف الإعلامي المعروف، يعطيك ألف عافية، شكرا لك ولأراك. شكرا أستاذ علي، وممنون لكم الأحفاظ. أهلا وسهلا. إذن أعزائنا المتابعين، نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، إلى أن نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.